ثلاثة السوايع من الداخل. قلت لي خاصو تعتاق خاصو يمشي لريزكو. الطبيبة قالت لي خاصو يدير الراديو نعرف الدقة شنو عند الدر شنو عند الدر. تخبى تخبى أنا مشديتها بيدي أنا مسحت لي الدم بيدي بالفيزيك بس تيرا وفيه شنو دابا شنو شنو وقع ليه الدري هذا الناس كيسمعوا الدري 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 شنو وقع ليه ضربوه أخويا بالقرطاس أنا مرة الأولى فاش وقفت باش خلعوني ما قالوا لي لا فيزيك قالوا لي تضرب بقرطاسة كنضرب بقرطاسة غيبقى واقف ما يبقاش واقف غيطيح في البلاصة من جيت عنده قال لي لا خالتي راه فيزي قلت كيفاش فيزي فيزي تا هو كيقتل وانا العريس طلعت ليه الجاكيطات كتبان ليا ثقبة ودابا حاليا مني عاود رجعت عريت عليه تنفخت والطبيبة قالت لي خرجت لي الورقة عيطت لها لمو قالت لي خاصنا نديرو ليه الراديو نعرفو الدقة فين واصلة وهما دابا اش كيديرو لداخل انا دخلت معاهم فين تضربتي وما مين كاش غادي يخليهم يضربوا وكيتفرجوا فيه ولا غادي يسولوا ضروري ما غايقولوا ولا كنت خايفه قالت لي لداخل اي شي كلام غايكون ضروري ما غايسولوا اي واحد ضرب تما كيفاش شغل انت كتسول دابا كون مات الدري تقول ما اعتقناش يطلع لي يطلع اول حاجه قالت لي الطبيبه اول خطوه بعدا غير الراديو نعرفوا الدقه في الواسطه من بعد فلام ولا شنو لا قرطاس هذا هنايا ثقبه راه ثقبه راه ثقبه راه ماشي ماشي حرده راه ثقبه صغيره راه قال لي خالتي انا ما تخافي والو قلت له شتي عارفه في الواصله واش هذيك الثقبه عارفه في الواصله راه تقدر لي اليوم ما دارت معاك والو غدا غدير معاك الصباح شو في غيبوبه والدري باقي صغيره ما فاهمش اول حاجه خايف من والدي راه كيهضر راه مصدوم قال راه كيشوف مره الاولى قال لي ما ديني لا السبيطار لا والو قال لي غنلبس جاكيطه وغنمشي نعس ما نقول الدار والو انا اش ناقص لي بس طلعت في الطوموبيل واخا انا ما عنديش حق اصلا خاصني نقيس وما عنديش حق ولكن لا انا ولدي انا هاجي 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 الله 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 خرج خرج الله الله باش كنقولوا كتجيب الواد باش كنقولوا كتجاف الوالدين باش كنقولوا كتجاف الوالدين هذا مهلوكم معقول حافظوا ما عرفتش سير فين كريم خويا كي داير اول لقاء اول لقاء لا لقطه كبيره من الوالدين مسكينك الله يرحم ليكم الوالدين امشيو لعند الحسين لا صالي في الحسين مول الحسين يقول لهم واش كان الدري دابا تما ولا لا شحال الوقت اللي كان فيه هوايا الوقت اللي كان فيه مشى من تسعود تاع 11 نهار طالعين شويه اجينا شويه الله يرحم الوالدين اذا ان شاء الله وليدي الله يرحم الوالدين اذا ولدك وليد دابا خطا في الطيح ولد خطا في الطيح وليدي الله يرحم الوالدين ربي يعطيك وعطيونا ولدي كان في نصر الله يرحم الوالدين علاش كنقولوا للدراري والله ما تقدرش توصف هذه اللقطه هذه بالله كيف الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين وفاح الدم الليل والله يرحم لكم الوالدين وتطلب الله اطلبكم وتطلب الله اطلبكم واعطوني ولدي الله يرحم الوالدين وصلوا للمصال ديال الحسين وسولوه واش ولدي كان في نصر والله ما تقدرش والله ما تقدرش توقف في هذه اللقطه هذه واحد والله الا انا بعدا عيني غرغرو حقاش انا عندي خويا في هذا العمر هذا صاحبي صاحبي كنشوفوا هذه المناظر والله الا كي والله الا كيضر في الخاطر بالله والله هادشي ما عرفتش الدراري انا اش كيديروا هادشي كله اصاحبي عندك دابا ولا لا قلت لكم الا ما كاش يديني على بلاصه سلتي دابا بهاد الحال انا غنهبط على الدجاجه ايه الاب ديالو دابا انت الدراري شو المهم دابا انت ولدك قال لك انا في لاصال مشى لاصال هو والجيران دابا في الصطافات جاو الجيران اللي طاح هو وياه من من الموطور قال لي طعنا سواني وشدونا دري ولدي شدوه لاخر في الشهر لاخر في الشهر جيت انا نشوف ولدي قال لي امي والله
بقيت مظلوم وراني غادي مظلوم وكنطلبكم وقفوا معايا رجال الله ورجال الله وقفوا معايا رجال الله وقفوا معايا ما سيري شوفوا ولدك بعد سيري شوفوا ولدك براهي خلي ولدك تشوف ولدك ها خلي ولدك تشوف ولدك قدمني شوف ولدي حتى اليوم معايا اشوف ولدي دراري خديتو الدراري صونا اربعه الله يهديكم اصاحبي هذا ما صاحبي اما كي قد الله عمرك كي داير عارفين عارفين الدو شوف يا الدو انس المهم ديال اناسي لا بيجي ديال اناسي واه معايا واه نتمنى من الله الله يجازيكم بخير هاد السيده هادي تلقى باش نعاونها شحال النمره ديالك شحال النمره ديال التليفون شحال ديال با ديال النمره ديالك قول لي شي النمره ديالك قول لي شي النمره ديال 066 سير شوفي الولد ديالك سير شوفي الولد ديالك 066 61 13 88 066 61 13 88 الله يرحم لكم الوالدين اللي لقى يعاون هاد السيده مسكينه ما عارفه والو نتمنى من الله ولده ما يكون داير والو والله يا اخ هادشي الا كيضر في الخاطر اقسم بالله الا هادشي كيضر في الخاطر وحق الله العلي العظيم وكنتاسف انا بعدا وحق الله الا كنتاسف تاسف على هاد الوليده وحق الله في الحال اقسم بالله لا الله يعطيك الخير شو ما صاحب بحال ما والله الا شو ما وحق الله خاصك الوالدين اصاحبي انا صاحبي هاد الكره الله ينعد جد بابا كورة اش من كورة هادي اش من كورة اش من كورة هادي ناري 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 بكل اسف متابعينا الكرام يعني كان معكم الحدث اللي تحياتي استاذ دريس تحياتي شكرا سي دريس تحياتي تحياتي استاذ بن متابعينا الكرام غادي نكمل علاش صاحبي الوالدين كيشكفوا بها علاش صاحبي كيبقى شي كله علاش صاحبي